معقول المرقة بلا حلو؟ الله مثل ما بدك انت ما فيك لا اعوذ بالله ليكو ها ما فيك انت اعوذ بالله لانه انا اذا تجي لعندي مرقة بلا حلو اخصني يا ولد عمي الحليبات جايين اليوم الصبح طازة يخزى العين طازة وفريش ما شاء الله شو مرقتهم يخزى العين على كيف كيفك اللهم صل على النبي ما شاء الله اليوم حزار شو بدي اعملها يا ولد عمي بدي اعمل لها اكلة حلو سورية وما بعرف هي حلبية ما بعرف شامية بس انا بشوف اخواننا الحلبيين بيعملوها كثير ما بعرف انتوا اكتبوا لي بالكومنتات وصححوا لي يلي هي الهيطلية هلا هن بيعملوها بالافراح والمناسبات وانا كمان بعملها بالاعياد كمان احنا شو بنسميها؟ بكون مطعمي عندنا نحن هلا مهلبية مهلبية؟ لا بس مش اللي فيها سكر لا القطر جنبك القطر جنبك صح بتقول لها مهلبية؟ انا مني وعلي انا بسم الله الرحمن الرحيم انا ما بعرف انا بعرف الهلبيه اللي بتنسكب بالكيسات الصغار اللي بقلبها السكر مثل ما بدك فيك تحطي سكر فيك تعملي قطر جنبها الهيطاليه والمهلبيه فهلا شو بدي حبايب قلبي بدي ست كيسات من الحليب هلا اذا انتم على بالكم تعملوها وما عندكم حليب سائل شو بتعملوا؟ حليب بودره حليب بودره صح برافو عليك يا شاطرة صبحتيني هالمرة أنا ما بقول لك اسمي عشرة على عشرة صبحتيني كم وحدة حطيت؟ ثلاثة أربعة هاي الرابعة يس أربعة أربعة ما بيأثر بحب يطلع قشطة طيبة معلومة خمسة ستة على فكرة ليكل قشطة ما بيأثر ستار الله هذا رجع بيدوب يمكن على السخن إذا بدكم تكسفوها أكثر إذا الحليب اللي عندكم أنتم مش كثير واثقين منه حطوا له علبة كريم فريش إذا موجود إذا مش موجود ما هو ضروري خليكم على الحليب السائل فأنا حطيت ست كبايات حليب سائل ما تعمل كأنه نقلال ما بعرف قلال هي هذه بعملها 12 كباية أنا رأيي لا إذا طول كثير ما بتغطي طيب عن جد؟ عن جد؟ ست كبايات بكفي طيب بعدين هي على قولة اخواننا السوريين هي محلاية 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 ابن عمي هلا عم تعدي على بالك محلاية هلا انت عم بتعدي على اخوان اهلنا بسوريا لا حدي لها شو فرجينا شو فرجينا عم تعدي عليكم فرجينا عم تقولي اكل سوري ما حدا بيطلع لك ما شاء الله معناتها ما عم تتعدى انا بشتهي لما بيقولوا امي مثلا بمسلسل جاب الحاره محلاية جيب المحلاية جيبوا المحلاية ما شاء الله بحطوا هالكاسات ما شاء الله منظر بيشعبي اي والله فكوب من النشا بنفس الكوب اللي عيرت فيها ست كبايات حليب سائل بنحط كوب من النشا شو يعني نشا؟ يعني كورن فلاور كورن فلاور مايزينا مايزينا هيك بطل برافو عليك يا كسبان يا شاطر لا هو الي عين مع مرت عمي ما قلنا عمي يلا بنشعل الغاز ومنحرك بسم الله لكو سبحان الله بس ينزل النشا حبايب قلبي بكعب الطنجره بصير مثل صبت الباتون سبحان الله هذا ما لازم يدوب النشا على البارد لا 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 هلا لك يا هادي لبين ما تفتر الطنجره بيكون النشا بيكون داب وخلص بيكون داب وخلص يعني انا ليش حتى ضيع وقت برافو علي يا كسلان مرت عمي مستعجله برافو عليك يا كسلان مرت عمي مستعجله انا ليش لحتى مضطره لمرت عمي معقولة تروح بدون ما نعمل محلاية؟ للأماني للأماني أنا بلساني على السوري يا جماعة أنا ما سألتك تفضلي شو رأيك بهالدكة؟ مبروكة عجبتك؟ مبروكة حلوة؟ كثير كثير حلوة وكثير مهضومة كثير كثر ولابقة حلوة كثير حبيبة قلبي عيونك الحلوين إن شاء الله بتعيشي وبتجيبي وبتجيبي جهاز زوجي أمي بتعرفي من بتعرفي مين قال لها تجيبها؟ مين؟ مين قال لك ليلى تجيبيها؟ أنت يا حلو مين قال لك ليلى؟ جوزي لا ما انا قلت لك لا والله انت قلت لي انت جبتيها هلا انا استحليتها بس انه اذا ما هو قال لي جيبيها انا فيني اجيبها هلا حل محل هديك كمان طلعت محل السيد هديك كانوا والله يا امي لقيتها عجبتها كثير كثير قلت لها والله ما بنروح على البيت لتكون هي سبقتك ناعمه ومهضومه واجا محل على علبك لك كانك قلت لي ايه ابدا وحياه الله عن جد كانه على قياس سبحان الله نوايا طيبه والله يا جماعه كثير كنتوا تكتبوا لي انه الدكيه اللي كنت حطيتها انا هون انه كثير كانت بعض الناس كانوا وانت مزينتيها بهالاشياء هي طالعه كثير مهضومه حلوه بعض المتابعات حبيبات قلبي كانوا يكتبوا لي بكثير ذوق يعني هيدي حلوه هيدي كانوا يقولوا لي يا ليلى انه منا حلوه ليلى هذيك الملونه منا حلوه شيليها فانا شو اقول يا الله طب انا اذا شلتها شو بدي احط محلها اذا رحت شفت انا ببعض المحلات دكك خشب طلعت فيها ما اقتنعت بالخشب لانه بوجتها كانوا يجوا صغار شو بحط شو بحط شو بغير شفت هيدي عند الاوتلت سيد
فوالله دغري سبحان الله، معناه بتعرفوا انتم بدل ينزل اشياء كهربائيه صار عم ينزل خشبيات، والله كثير يعني انبسطت، فوالله جبتها انا عجبتني كثير مقدمه. جميل، هيك عباره عن بوفيه او فيترين صح صغيره صح نعمه نعمه كثير. تذكرني ما تعملي بالنمليه القديمه خاصة لما كنا نحضر افلام كرتون او المسلسلات القديمه هيدي اذا ذاكر، حتى اذا واحد بده يرسم مطبخ هدول البلاد الصغيره بده يرسم مطبخ بيرسمها مثل ما هي ذاتها، يعني حطيت فيها هيك شويه ديكورات قلت هيك بتعطي شكل حلو. هسه لعيون حبيبي هسه بتفنني فيها كثير حبيبتي كثير غيرت فيها هسه بترجع راسك افكار كثير. مره حطيت هون صحن فخار حطيت فيها رمان كها مره شلت الميزان وحطيت طنجره زرقاء صح، مره حطيت الطنجره الزرقاء هون وحطيت بتفنني كثير ملح حلو محبوب والله ضبط لي خير الله بتضب لك ان شاء الله. حط الكبايه الكبايات بالجلايه، حط الكبايات هون، حط كبايات الشاي هونيك، حط صحون تحت، حط طناجر بتساعد الله بالضبط غزل عين بالدروج، حط الخشبيات لا توفقتي فيها يا غزل عين حلوه ما شاء الله مبروك لك مبروك ان شاء الله عبال لما بتجيبي اسا كل شيء عبالك كل شيء عبالك ان شاء الله بتجيبي حبيبي ما تخلي كل شيء بيجي عبالك جيبي يا عمري ان شاء الله بتضلي طيبه وبتجيبي يا رب. الله يخليك بصحتك وعافيتك يا الله يحفظك يخلي لك عائلتك وزوجك واهلك يا عمري وكل متابعينك الله يخليك الله يخليك. على فكره هيدي الوصفه من الوصفات اللي كثير سهله، يعني بس حليب ونشا، انت اذا بدكم تنكهوها ليك وانا شو جاهزه عندي هون فانيليا، بس ما رح احط الفانيليا هذا مشان نضل محافظه على نكهتها. مستكا اهم شيء مستكا بس تقولي مهلبيه يعني مستكا نغمه مسكي 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 ما بعرف ايه بسموها مسكي بس بقى بلاد ال بتكتب بالتاء بس بتلفظ مسكي فهيدي المسكي مثل ما قلت مع طعمي بنجيبها من عند العطار ليكو كيف بتجي تعرف مين بسموها مستكي كمان لا بلا ما بتنقرا التاء في سموها مستكي ومستكا ومسكي ما بعرف ما بعرف انا بعرف بروح عند البياع بدي مسكي فشي هوني عن قريبي هيدي عباره عن حبايب في ناس ما بتعرف عباره عن حبايب بندقها بنعمها بنحطها شفتوا حبايب قلبي هيك الحبايب مثل شو اسمه مثل البخور مثل البخور صح ما هيك مثل البخور بتعرف شو عم بيقول لي عقلي شو بقولي بتعملي لي ذوقها ما بتتاكل هكا بتاكل طيبه انه بتقرش بالاول بعدين بتعلو بتطلع بودره هاديه هذا بتصير علكه بتلزق بالاسنان بعدين صح على بتصير علكه صح يلا بس طعمتها طيبه ليكو انا مخصصه هاي نكهتها طيبه اصلا نكهتها طيبه انا مخصصه هاي الله يعطيها الصحه والقوه للماما هاي كانت للماما يا الله يوجهها لك والله كانت حاطتها بفترينتها من زمان عطتني اياها خيي شو مهضومه بتعرف انا عيني فيها قالت لي خذي على بيتك خليها ذكرى هيدي الله يطول بعمرها هلا بدقي فيها المسكي هي بس للمسكي صح يعني ما تروح تدق كل المسكي ب عما حبيبتي بنون كتار لا بتنكهها هيدي بحب المسكي ما بعرف والله طيبه طيبه مسكي طيبه شو حاعمل رح احط فوق المسكي نقطة سكر قدر شوي معلقة صغيرة من يعني السكر يعني إذا كنتي قطر جنبها ما حتحط السكر بقلبها ما بنحط الهيدا فيها الله هلا شوفوا الريحة بس تطلع ليكو حتى بالبقلة مي الزهر ليكو والله صارت مسكنة زهر مي ورد كمان صارت عالكة كمان بيحطوا معها مي زهر أمي هدي ما هيك حر كله ذوق هيدا ناس مي ورد ناس مي لما كنا نشتري بقديم كان يمرق بياي عربية عمل منا صدورة يحطوا بيمروا الكاسة 250 ليرة 500 ليرة اللهم صل على النبي شو كان يقول؟ وقف اشتري عالطيب ايوه عالطيب ايوه وقف اشتري كلياتنا يعبي لي كاسة ورسي لي فوق منها قطر مي ورد انتبه يرش فوق منها مي ورد مي ورد ومي زهر يخلطهم ويرش لنا نوقف ناكلها ولك يا الله امي وكان يشيلها بالمعلقة معلقة ورا معلقة هيك لا معلقة تطلع شقف شقف ايه يحط من الكيس يحط على وجهه يخرط موز وجوز الهند موز كمان جوز الهند كمان بتذكر جوز الهند تطلع كثير طيبه الله اكبر شوفوا حبايب قلبي كيف تقل لك ونحن عم نحكي معكم والله تقل شو حاعمل حطي لي المسكات واعملي معروف ما تعمل هيدي امي من اسرع الحلويات دغري خلص بقى ايه عن جد اي اقل ليكو حبيب حطيتي ما تعمل يلا لا حطي لي حطي لي الرحمن الرحيم ليكو حتى رح احط شويه فانيليا الرحمن الرحيم هول المسكي والفانيليا بحطهم اخر شيء ومنحرك منيح 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 بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت الريحه الله هلا مباشره عم بسكبهم بالبايركس دغري شفتي بس شو حاعمل بالبايركس يا حذركم يغزل عين احط فيها نقطة مي هون موضوع الفلان هون موضوع الفلان مشان يطلع معنا المحلايه مثل اخواننا السوريين
وين بايركسي مهيرتيها ما شاء الله. يلا حكي حكي نتي ما تعمل معروف ليكو شو حاعمل رحيم. بسم الله شايفين البايركس اللي انا مجهزته بحط فيه نقطتين مي بس هذا المي بضل فيه ما بكبه لكن مش شوي لا هذا مشان انا بس بده يبرد الحلو واقلبه ينقلب معي يعني يسلم تمك ما بده يكبش في البايركس يعني. اي والله هيك عم ما تعمل بسم الله الرحمن الرحيم هيك تركيا ما بيأثر لا حطي يا بالبايركس هالليلة ليلى اوعى تحرقي حالك انتبهي بسم الله بسم الله بسم الله رائع هيك يا عمك هيدي والله يكيفوا هلا الاولاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هذا كل بده يلحوش من الطنجرة بسم الله ما حدا بيلحوش من الطنجرة ما حخلي ولا قوتي ولا قوتي حخلي هلا هي بشو بتتاكل؟ شو بينرش عليها؟ قطر هيدي شو بينرش عليها؟ شو بينرش؟ عسل شوكولا عسل عسل والله العظيم أنا كنت أكلها بعسل مظبوط صحي هلا أمي أمي نحن بناكلها ب نحن كنا ناكلها أمي مع قطر ما هيك؟ إيه ما هيك؟ مع قطر إيه إيه مرزية بلا معلمية عليك بس لما صرت تعملها ليلى وجابت صوص الشوكولا قايت مع صوص الشوكولا كمان كثير طيبه تعطيها نكهه كثير طيبه انا ليلى بالحلويات بختم لها بالعشره يا عمري وبالمعجنات بالمعجنات بختم لك بالعشرين حبيبه قلبي حبيبه قلبي ليكو هلا دقيقتين ما شاء الله عنك لسه العين لما جيت من برا شو قلتي لي الله اكبر بسم الله ما شاء الله جيت من برا بسم الله ما شاء الله بعتي ايه والله هلا بنحطه عنا غير برا عنا تعصبين دغري بتجمد فبس تجمد بنكون مجهزين لصوص الشوكولاته هيدي والقطر لما تعمي ليكو شايفين كيف بتهز وهلا لانه حطيت لها المي هلا رح تفصل عن الجوانب قربي هيدي فرجيوني هذا المي رح يضل بالصينيه ما تعطلوها ايه لك ايه عن جد البحر اللي كان بيروح ما بتلزق لا لا ما بيتبخر ما بتلزق المي بضل هلا بتشوفوا انا عم شيلها من قلب الصينيه فبس نقطعها كريات مربعات وبنشيل اول مربع عادي المي بضل بكعب الصيني بس شو بيكون ملزق شو اصلا هالعجان كلهم الاولاد اولاد بنات عمي والحمد لله يعني الله يديم الجمعات الحلوه وجمعات العيله وان شاء الله يا رب كل حدا بعيد عن اهله الله يجمعه فيه امين يا رب وان شاء الله عن جد يا ما تعمي بكتبوا لي بتصدق ان شاء الله بضل البيوت عامره مفتوحه هيك تعيد رب العالمين بدي وجه تحيه لحدا رجل كبير بالعمر شوي فكان يكتب كتب لي مره كومنت قال لي بنتي ليلى الجمعات العائليه يلي انتم بتعملوها مع مرت عمك ومع بيت عمك بتخليني اتذكر الايام اللي كنت فيها انا ايام الزمن الجميل او يمكن هو فاقد عائلته او يمكن الله اعلم يعني انا بدعي من الله الله اذا كانوا احبابه بعد الموجودين الله يرجع يجمعه مع عائلته مع احبابه لان الكومنت اللي كتبه كثير اثر فيني قال لي انا بس احضرك يا بنتي يا ليلى كاني مع عائلتي بيتونس بيتونس عم ترجع تردي لي الذكريات العائليه بيتونس فينا الله يجمعهم اي والله الله يجمع كل واحد غايب لاهله يعني يا رب يا كريم بشكر الله اني عم بعطيكم هيك احساس هيدي نعمه وفضل من رب العالمين والله العظيم فيلا ناطرين لا تبرد لبين عملنا لنا هيك ان شاء الله ان شاء الله بضل بيتك مفتوح يا عمري بيت وعمر ان شاء الله باذن الله تعالى ونضل نجي لعندك بالروح لك يا اهلا وميت سهلا اللي بيعرفوا بيجوا على بيتهم والله العظيم اصلا بس يجوا بنات عمي بنات لاصحابهم انا ما بقول حبيبتي انت يلي بتقوم مثلا تتعشى لحالها يلي بتعمل قهوه لحالها ايه انا ما خصني حطوا لي انتم انا ما لي علاقه عن جد والله انا هيك بحب اللي يجي لعندي جاي على بيته مش والله جاي على بيت مرت اخي لا ابدا تجي على بيتي انا هيك بحب الله يخلي لك صاحب بيتي يا عمري يا عمري حبيبه قلبي فيلا لنعمل الشاي يلا تفضل اول شاي شاي مثل ما بدكم شو اول شاي بدهم شاي لكن شاي لكن بنعمل بريش ما شبنا قهوه شبنا قهوه بعدين زبد ما شاء الله شو بحب القهوه على اساس امانه ما بحب القهوه انا يعني والله امي ترى مشينك انا تعرف بعرف انك انت شريط قوي الله يعزك الله يعزك الله يطلع عليك الله يبعد. انا كرمال قهوتك كاني بتخلى عن شوي الله يبعدك بالله عليك يا الله يبعث لك العوض الله يبعث لك يا عمري منك الجاي شوي خلي بديك جهزت صينية الشاي والقهوة وصوص الشوكولا وصوص الفريز وهي القهوة مارت عمي الله الرحمن الرحيم يعني أنا ما بحب عزبك بس القهوة من تحدياتك أنت غير شكل أكيد أكيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هيدي قهوة نجار مش جولد هي في قطرة ميزة النسكافية مارت عمي ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ملعقة صغيرة هم أنا ملعقة كبيرة ايه هيدي المعلقة بدها خمس ملاعق ليلى حبيبتي أنت مزبوط
شفتيها شاطرة. حطيها هيك على ايد المعلقة مرت عمي، شايفين قد ايه حجم حبايب قلبي؟ منا اللي بناكل فيها رز، لا الاصغر ايه ولا بتعمل فيها البيبي هيدي مزبوط فيها يعني هاي الوسط لا الصغيره ولا الكبيره. رحت على السوبر ماركت اجيب القهوه، مديت ايدي على القهوه يلي بالهال، على اخر لحظه تذكرت انه انت ممكن تجي لعندي. بالهال ما بطيئه ابدا مرت عمي. بالهال ليلى شعبيه في عالم كثير بتحبها بالهال، في كثير ناس بتحبها. انا لا ما بحبها بالهال سبحان الله. امي الله يذكرها بالخير ما بتشربها الا بالهال. شفتي ايه حره كلها. انا ما بتفرق معي لا انا دغري بس حدا يقدمني فنجان قهوه فيها بعتذر عنه دغري ما بايدي. ليه شو بتحسي؟ بيزعجني عن جد؟ بيزعجني ليلى سبحان الله. بحطه بالطبخ بنكه في الاكل بس بالقهوه ما فيني اشربها. لا أنا بالقهوة بتكون مركزة. ما بعد أيوة صحيح. والله يا مرت عمي سبحان الله، يعني أهلنا بالعراق احذري شو بيعملوا. بيحطوا بقلب الشاي هيل كمان. أي أيوة والله بودرة يعني؟ لا الهيل الحاد. شوفي ريحة الشاي بيطلع شي بشهي. قولك غل لك الشاي يا ليلى بتغيله. غل الشاي بطفيه؟ يلا ها خدي بس ينشف لا يعمل شوي بس ها بس ما الشاي ما يفرق على الغاز. شو مبسوطة بأنه في قدام بيتنا حدا عنده بقرة كل ما بدي حليب مستقر بيخزل عم تقطعي ما شاء الله عني. الحمد لله والله عندك ببو ما شاء الله عني. والله كل ما بدي حليب بقول له لهيدي هيدي بحياة الله اتصل فيه الله يوفقك اتصل فيه خليه يجيب لنا حليب. فوالله بيجيب لنا حليب يا مرت عمي. انا رح طفي تحت البريق لانه حسسته حيغدر فينا. يلا ها ولا ان شاء الله. لا ما بيغدر لا ما بيغدر قبل ما يغدر فينا نبهيني مشان طفي. نحن بنغدر فيه هذا هو بعد عمي. يلا ها نحن بنغدر فيه. اعوذ بالله أهلك بدأ شغلي ها هات لك عم يعمل فقاعات ها ها بس يعمل فقاعات المعنى لا لا انتبهي فتحي عيني. أنا حطيت فيها عيدان قرفة. إيه تمام سلم ديتك القرفة بالطيب وكتير إيه. فكنت عم أقول إنه حبايب قلبي العراقيين بيحطوا أنا شفتهم بيحطوا هيل وفي ناس بتحط زعفران بس الأكتر شي لاحظته الهيل يا مرت عمي. ها نحن عنا القرفة 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 لا كتير. وكمان بأهل بيروت احذري شو بيحطوا شو تفاح كمان والله بيخرطوا تفاحة بيعملوها أربع أربعات وبيحطوها بقلب الشاي. شفتي الله اكبر بيعطي قال طعمي طيبه كله طيب كله مع الصحه والعافيه طيب. اي أيوة والله وبتيجي حسب الانسان على شو تعود. حسب انت ما تعودتي على القهوه بالهال ابدا فما بتتقبليها ابدا ما بتقبليها خاصه انت شربت قهوه كثير بتفيق الصباح دغري مباشره على الركوه لا الحلو بمرت عمي ما بتستعمل مكانات الاسبريسو وهالقصص لا لا او الكبسولات ما لها علاقه فيهم مرت عمي ما بيعبوا دماغ ليلى ابدا مرت عمي هيك ركوه وبن مصليين على النبي مصليين على النبي بيقولوا ليلى لا تقولي مصليين على النبي ليلى يا عم حبيبتي انت الله بيبارك بالشغله والله الله تقول الشغله مصلية على النبي ما بعرف يعني والله نحن بناخذها كلغو يعني اخذها على لساننا ما لها يعني ما بنقصد فيها شيء يعني مصليين على النبي يعني شيء بشهي يعني شيء جيد اذا عم تشوفي شيء بتقولي للانسان صلي على النبي محمد هو بكون رد عليك اللهم صل على النبي بكون رد ايوه بكفي حديث اللهم صل وسلم وبارك الدين عادي نحن صحيح هو عليك طفيتي تحت الشاي لكن هو بده يغدرنا اعوذ بالله بنغدر بعشرة مثله اعوذ بالله مغطي مرت عمي وين الغطا لا خلي يلا مغطي خلي مغطي احلى ما يدلق طبعا مهل ها خلص اي خلص الله يسلم لي هديات ايش معنى هالركوه قال انا قلت رح تغلي بسم الله الركوه سميكه ما شاء الله مرت عمي بتعرفي هيدي الركوه بتغيظني ليه بتطول المي لتغلي فيها ما شاء الله هي هي سميكه ليلى ما شاء الله ستلس الأصلية هيدي تنسي كتير يعني بتنطرني هيدي من نوع هيدي ايه هي كركماز كتير بس كتير منيح مستحيل الحليب ينلدع فيها هلا في ناس شو بيقولوا انه الحليب بينلدع معهم بالغلي حسب نوع الطنجرة انا التفال ايه لدع جربت تفال عند بنتي ايه لدع جربت شو اسمه الماركة التفال مرت عمي ايه لدع لانه في تقليد في تقليد الجرانيت بيعمل بالطبقة من تحت السلس لا والألمنيو لا اها ابدا ما ابدا ولا الالومنيوم ابدا عن تجربه يعني هلا الالومنيوم انا للاماني ماني مجربتها إيه. هذا استلس بضل 100 سنه ما بيلزق الحليب بقلبه وحتى لما بعمل فيها الورق عني والله بيطلع شيء بشهي القلب يعني بيقولوا حطوا تعظيم مشان ما يلزق اي يقول لك ما في شيء بيلزق والله العظيم انا هيدي كثير نوعيه انا هيدي اللي بدي بده يسالني يا استلس من هيدي الاصليه يا اما الالومنيوم خلص من الاخر عن جد ابدا جرانيت والتفال
للايدان الناعمه للعرسان الجداد طبقتهم صغيره على قدهم ايش الحظ بس كتبت الاولاد لا لا بدها استلس بدها دعك بدها دعك على بعض مرت عمي اوعى ترى مسكتها كثير بتسخن ما تحترق ايدك واخيرا مرت عمي لازم نفقع عليها زلغوطه لا بدها زلغوطه انا بغليها كثير خلص ها هذا كمان بيرجع للذوق ايه ما بدك تشيلي وشها بتقعد تقعدي تحسي بشط عم تلاقي وخاصه ليلى ما بتحب الا اول فنجان طويله ما حطوه غير تلك فنجان ما تحلمي ليلى ما بتشرب الا ما تحلمي اول فنجان الا اول فنجان اللي الرغوه كلها بتنزل فيه يلا مقلوبة هي عم نقلب طيب يلا خبط عليها لا بس تنقلب بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما بدها خبط نازله خلقه مثل قولب الكيك زلعان ما شاء الله ما اخذت وقت لبردت يا مرت عمي كتر ما الطقس بارد بسم الله الرحمن الرحيم عمالك يا هادي عمالك يلا قطع بسم الله الرحمن الرحيم مربعات وين الحلاوه وين الدنيا هيتهم كلهم صوص شوكولا بفضل عنه شيء صوص فريز ايه هسه هيك كرويات هيك زغر زغر ابني زغر خلص شال الاولاد زغر ومشي ايه وهيدي اثنين كمان بسم الله الرحمن تمام تمام هيدي هي يلا بتنفتحي معك يا هادي سبحان ده لأنها المعالي ما تنفتح معي كيف هيدي قبل وحدة قبل شي حط وحدة ها يلا نفتح هيدي هيدي بيحبها مع شوكولا ومع صوص فريز ايه شي مغير زي لها بس اجمالا هي يعني في انا لاحي حط على كل صحن احسن لك حط على كل صحن ايه على كل صحن يلا الشي حط على زوجه يلا اي طعا هيدي يلا سمي ايه نصانية لا النصانية ايه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله شي فاخر على الآخر إيه شو هاد يا أم اللول حبايب قلبي السوريين نجحت ليلى جواد بالمحلاية ولا ما نجحت بدي إياكم تكتبولي بالكومنتات وهي عم حكيكم سوري لا عن جد مشهورين بحلوياتي خاصة أهلنا الحلبيين عندهم المامونية يا الله مرت عمي إيه طيب يا مرت عمي شي نهار بدي ذوقك المامونية مع جبن الشلل يا مرت عمي يا مرت عمي يعني عن جد عن جد كمان منين تعلمتي يا هيدي الحلبيين كمان ما شاء الله ما اشترون خزر العين ليكي رسم قلب حياتي رجع خربص القلب يلا صب واحد على الشوكولا اكتبوا لنا انتم بتحبوها بتحبوا تاكلوها هيك مثلنا بصوص شوكولا وصوص فريز ولا لا بس بالقطر ما شاء الله مثل قطعه الجبنه وتزينوها فستق حلبي مثل قطعه الجبنه زينا خطوط يا هيدي ما تعملها هيك تغرقها والله يلا انفضى يلا ايوه هيك ايه بس 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 فنان 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 فنة طيبه كنا بالسوري صرنا بالخليجي لكن يا حبايبي الغاليين حناخد الحلو تبعنا ونقعد برا ونسمي بسم الله نشرب قهوة شوي لكي لكي عم نطلع لكي عم نطلع نطلع يلا يا صوفي يا عمري عطي 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 لمودو صهر بعتك جربين عطي لحبيب قلبي تعال يا دادا حبيب قلبي مع هادي ولا الحمراء شو بدك بدي الشوكولا لا طعم الطم وطلع يلا اللي بعده حبيب قلبي رح انهي الفيديو تبعي لليوم مثل كانك تسألي حدا سفن أب ولا ميراندا بنفس الكباية سفن أب وميراندا حبيب قلبي بتمنى من كل قلبي تكونوا عم تنبسطوا معنا وتعيشوا هالأجواء الحلوة أكيد تنبسطوا معنا أكيد الحاجة محمد قعدة شو هالحكي هذا أنا بعرف كتبوا لي كومنتات بس بنكيب ليلى بس بنكيب ليلى قولوا على الفيديو كرمال الحاجة محمد بس بنكيب ليلى حياتي يلا هذا لحبيب قلبي الثاني يلا صحتين يا تيتا صحة وألف عافية حط اختلاق لسيتو خبت عمليه واحد عبد حبايب قلبي انا بقولكم باي وملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت باي باي